فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عن أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. استمع للحديث جيدا وسل الله أن يجعلك من هذا الغرس. نعم، استمع لهذا الحديث جيدا وسل الله، لأن الأمر بيد الله جل في علاه، وسل الله أن يجعلك من هذا الغرس. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. وقوله لا يزال يفيد الاستمرار، يفيد الاستمرار، أي أن هذا أمر مستمر في كل زمان، يكون لله سبحانه وتعالى غرس يستعملهم في طاعته.